ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع آخر فقرة، وهي فقرة انت تقدر مع المبدعين سعد العشري ونورهان العشري. بنرحب بيكم. اولا انتم منورينا في برنامج يوم في الخير، تمام؟ ده اولا. ثانيا انا عارفه ان عندكم ما شاء الله موهبه شعر، وحبيتوا ان انتوا تعرضوها من خلال البرنامج. تحبوا نبدا بمين؟ تمام، نبدا بالشاعره الجميله. تمام، اتفضلي. ابدأ. اقول قصيده ما بشربش قهوه. تمام. ما بشربش قهوة، ما بشربش قهوة. لنا عاشق، لنا عشان اسهر، عشان اسهر. ولا خايب عشان اخسر، عشان اخسر. ولا انا حبيب، ولا انا حبيب. ولا انا لعيب، ولا انا لعيب. لكني عجيب في تفاصيلي، عجيب في تفاصيلي. بحب بجد واتألم، بجد واتألم. خسرت لكني بتعلم، لكني بتعلم. بحب الوحدة مش احزان، ليالي اسهر بكون تعبان. انا المتخان، انا المتخان. لعمري في يوم غلطت في حد، وكل كلامي جد بجد. قاعد في اوضتي حزين مع جرعه النيكوتين، عايش في وسط الناس. اصبحت بلا احساس، اصبحت بلا ماوى، اصبحت بلا اصحاب، وبقينا كالاغراب. انا كيف هعيش بينهم والاسوأ في عيونهم؟ انا كيف هعيش مجبور وانا من البكا مفطور والقلب مات مكسور؟ مش فارق انا عارف، ولا حتى يوم هفرق. كل اللي انا عارفه ان القلوب كفره، لا عندي حبيب يشيل عني ولا صاحب يكون جنبي. فليه اشرب وانا لوحدي؟ حرفيا تعبان، تعبان. ونفسي اعيش في امان، ونفسي ابطل الادمان، ونفسي في يوم اكون انسان بينسى الماضي ويعدي، ونفسي في يوم اكون انسان بينسى الماضي ويعدي. بيحزن بس بيخبي، وشايل هم كل الناس، ومين شايل في يوم همي؟ هعيش ازاي وانا لوحدي؟ انا عايش مع اهلي، لكني حزين ومش فاهمين ومش حاسين باوجاعي. فليه اشرب وانا لوحدي؟ وليه اصبر على جرحي؟ وليه اتحمل الاحزان؟ القهوه، القهوه دي ادمان. الله، رائع رائع يا نورهان. انا حابه ان انا اسالك سؤال بقى، هل القصائد يعني الاشعار اللي انت بتقوليها هي بتبقى من وحي الخيال، ام هي مجسده في حاجه انت شفتيها فابتديتي ان انت تكتبي عنها؟ والله 90% يعني الحاجات اللي انا بكتبها بتبقى واقعيه. واقعيه انت حاسه؟ تمام. سعد بقى، هتقول لنا ايه يا سعد؟ اصل اسمها فادك بالحب. تمام، يعني عايزين بقى صوت اعلى بقى. تمام، اتفضل يا سعد. فادك بيه الحب والبكا واللوم، لما انت سبتها تسكن في قلبك وتهجره في يوم. الحب مفهوم غلط، الحب سجن حبيب لفراق بعيد ناسف. كان شاب في العشرين لكنه كان عاشق، كان اسمه صعب نقول علشان كده قالوا عليه ميت. صلوا عليه وقالوا ميت على الحياة عاشق. الاسم شاعر من أنين الخوف، الحالة أعذب من وريد النيل. المهنة عايش للي يجرح فيه، عنوانه ساكن في الفراق بينوح. السن واجب كان يكون 20. مين اللي قال الحب أخر نصيب؟ الحب عمره ما كان سوى اتنين حبوا بعض أكيد لشيء جميل فيهم. وإذا كان ما بينهم فهم فهيكمل المشوار. طب ليه تقولوا نصيب واحنا اللي بايدينا كبرنا اغلاطنا وعرضنا للجميع علاقات ما كانش ينفع تكمل نهايه المشوار، وطلبنا من بعض الفرقه والهجر. الحب معناه اعزب على الحياه بيدوف جروحه، وكل ما تلم الجروح يرجع يقول كان ليه من نهايه تروح. واديك رجعت تنوح، مش كل صبار نبي علشان اقول ايوب. والله كنت صبور وغفرت ليك كتير، فهتغفري الذنب والذنب كان ذنب لاني حبيتك. ما كانش باختيارك الجروح الاصم، ولا اخترت اكون مجروح، ولا الاسلام يكون ديني، ولا سعد يكون اسمي، ولا البنت اللي حبيتها تمشي وتسيبني. انا صحيح مجروح وماشي في الحياه عادي، وبضحك ضحكه على المكشوف، لكن والله من جوه انا مجروح. الجرح كان طعم من بنت ثابت ايدين مشيت، صاب البدن حبها فتهدم. فادك بإيه البكا واللوم؟ فادك بإيه السهر والدمع نص الليل؟ أنا درويش، أنا درويش وبضحك لك فربه من عيونك دول يطفو الدمع بعناية. حضن الفراق سكين
لكنه شبيه بيكي. صلوا على سيدنا النبي وقولوا خلاص بكرة تروق، مؤكد هيجي الليل فهشكي من جديد وارجع اسمع لصوت الست. ياللي صليت على سيدنا النبي حاسس بايه جواك، حاسس بطعم ملاذ وفلان حبتها، ثابت ايدي عشان حبت صديق ليا. ملكيش عليا جميل علشان اقول عملي، سببت في جروحي وكسرت في ضلوعي، فركبت اول باص وقعدت على القهوة، لقيتك في المكان وياه، فشق الوجع قلبي وقلبي اساسا مات. جوايا كلام يتقال لكن مين هيسمعني؟ اكتب اكتب عشان ترتاح، العيب عليك انت، انت اللي حبيتها وديها عايشة لحد تاني وقادرة تنسى انك خلاص، انك مفيش، ما انت الوحيد صدقتها وقلمت بالدين الحرام. قدر اللعين عشمتني في حبها معرفش ليه، ما انت عارف قلبي ضعيف مصر تهدم وتهد فيه، رسالتها ليه في كلمتين، طبع الخيانة على البشر بقى فرض عين. تقدر تقولي ازاي عدت سنين وما نسيتهاش؟ اختيارك كان غلط مش فرض عين، انت الغبي وقلبك ضعيف، هي الخيانة بطبعها، وازاي قدرت تحبها؟ بقيت عجوز وسنك يا جوز مش فاكر سنك وقتها، بس الصحيح كان شاب في العشرين. المعز لسه فاكر وعدها وكلامها ليك، الازهر فاكر سنتك مع فرض عين. يا مسلم ايه غيرك؟ غيرنا عذابي في حبها. طب قول لي كيف وازاي، انت الكمان نساك عازف، بس قول لي ازاي. انا كنت ماشي في القاهره وهي معايا في الحسين، كل الطرق حبيتك لانك طبعا شيء جميل. قولي لي قولي لي لما اروح لواحد ويسالوني عنك انت هجاوب بايه؟ يا بنت حواء ما تجرحيش، انت الجريح وقلبي الضعيف، بس الظاهر قلبي صدق لما نادى عم هدود قال لي مين. جاوبت طبعا من انا، قال لي الظاهر حباها فبقول له مين. قال لي واحد اعرفه حب صبيه بضحكها وطبعها وكل يوم مع شاب غير، الصبيه مش تمام، وصاحبنا اهو حباها. رديت عليه وقلت له بس الصحيح تعرفه. قال لي الصبيه واقفه ليك، يلا يا ابني روح لها. سلام بالايد ومشيت انا وهي، قلت لها كل شيء عم هدود قاله لها. ردت هي بالسكات، والسكات منها دليل ان الكلام عنها هي. تاني يوم عديت علي عم هدود قال لي ايه؟ عايز افهم حكايتك. قال لي يعني تقصد ايه؟ تعرف كل شيء، البنت اللي انت حكيت لها عنها تبقى مين؟ الشاب مين؟ سكت عم هدود وقام لاشغاله، وانا مستني منه جواب. لقيته جايب لي قهوه، وكانت قهوته مر. قال لي جوابي من قهوتي، ويا ريت تفهم غلطتك. كان الجواب واضح اكيد انه خلاص فات الاوان وادينا صبنا مر. رائع 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 جدا يا سعد. انا مش هسألك عشان انا شايفك متأثر جدا يعني بصراحة. تمام. طبعا احنا كان نفسنا ان الوقت يبقى اطول من كده، بس للأسف الشديد وقت البرنامج. احنا في النهاية مشاهدينا بندعو كل اصحاب القضايا او اصحاب الحالات الإيجابية او اصحاب الحالات الإنسانية ان هم يتواصلوا معنا من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، على برنامج يوم في الخير، والواتساب برضو بتاع صفحة البرنامج. وفي النهاية مشاهدينا طبعا الوقت بيعدي ويمر بسرعة، ونحب نقول ان يوم في الخير هو دعوة لمساعدة الغير. يوم في الخير بكرة أحلى والدنيا لسه بخير. يوم في الخير مبادرة من قلوب مليانة بحب الخير بحفظ الله.